أهلا بكم متابعين قناة ميديا توداي. سمية الخشابي، محطات من حياة الفنانة المثيرة للجدل وصاحبة الأعمال الجريئة. سمية الخشابي هي واحدة من أكثر الفنانات التي أثارت الجدل، وتميزت بأعمالها الجريئة فبات اسمها يتصدر محرك البحث من حين لآخر. كان التمثيل لها حلماً صعب المنال على عكس الغناء الذي احترفته، ولكن الصدفة وضعتها في طريق كبار صناع الدراما. استطاعت بموهبتها أن تتحول من ممثلة بأعمال صغيرة وثانوية إلى أعمال بطولية برفقة عدد كبير من عمالقة النجوم. نقدم لكم اليوم أبرز المحطات من حياة الفنانة سمية الخشاب، فتابعوا المشاهدة حتى النهاية لمعرفتها. مولدها ونشأتها. اسمها الحقيقي سمية سعيد السيد فتيح، ولكنها اشتهرت فنيا باسم سمية الخشابي. ولدت في 20 أكتوبر عام 1966 ميلادية. نشأت في كنف أسرة متوسطة الحال لأب يعمل بالتجارة، ولديها أخ أكبر منها يعمل في مجال الغطس التجاري. ورثت موهبة الغناء من والدها الذي شجعها على دخول الفن، ولكنه توفي وهي في المرحلة الثانوية فلم يشهد نجاحها. شاركت بكورال المدرسة واحترفت الغناء منذ صغرها، وبعد تخرجها من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عام 1997 عملت في أحد البنوك. ثم انتقلت للعمل كموظفة لحجز التذاكر في إحدى الشركات السياحية، وبعدها درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار في الإسكندرية. نصيحة صلاح السعدني، رغبت سمية الدخول إلى عالم الغناء وكانت تستعد لتقديم أغنياتها، ولكن الفنان صلاح السعدني نصحها بالتركيز في مجال التمثيل. فبدأت مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة، وثم تم تقديمها بدور مميز في مسرحية بالو، وكان دورها بمثابة انطلاقتها الحقيقية. 5 زيجات في حياتها. تزوجت للمرة الأولى وهي بعمر 23 عاما قبل دخولها الوسط الفني، وانتهى هذا الزواج بالانفصال. أما في المرة الثانية تزوجت سرنا من ثري عربي، وأهداها طائرة خاصة، ولكنهما انفصلا عام 2014 ميلادية، لتتزوج من طيار اسمه أيمن. وأيضا أعلنت انفصالها عنه بعد وقت قصير، وتزوجت للمرة الرابعة من المطرب اللبناني بدر الشاعري وانفصلت عنه أيضا. أما زواجها الخامس فقد أثار الكثير من الجدل، وهو من المطرب أحمد سعد، حيث اتهمتها زوجة الفنان أحمد سعد بالخيانة. وانتهى الزواج بالطلاق بعد عدة صراعات في المحاكم. أهم أعمالها في السينما، شاركت بعدد كبير من الأفلام، منها الرجل الأبيض المتوسط، واو حين ميسرة، واو يوم الكرامة، وغيرهم. أما في التلفزيون فقد تألقت بأدوار البطولة المشتركة، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية، منها الحقيقة والسراب، واو ريا وسكينة، وغيرها.